مرحبا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اصدقائي الاعزاء، هادو الحوايج ديالي، السروال ديال الجين اللي غادي نلبسو غدا، وغادي نلبس واحد الكطفوط. عرض عليا واحد الصديق عبد الله زروق، تتعرفوه، عاد عين واحد اللعيبه، قال لك واحد الايفينمون كاين في الدار البيضاء غيكون غدا. ما عرفتش انايا هاد شنو هو ايفينمون، وصيفطوا ليا واحد انفيتاسيون، هو صيفطها لي الصديق باش ندخل. زعما بادي بحال واحد البلاصه مسدوده كيدخلوا لها بلا كارت، يعني بالعراضه. وانا قال لي يلاه معايا لديك العراضه، بحال العرس بحال شي حاجه. قلت له واش نتعشى، وقال لي كاين العشاء. المهم هادشي علاش غادي، انا بحال غادي غير نشط وصافي مع هذا الصديق عبد الله وصافي، ما عارفش. المهم بحال تقول حنا غاديين في شي حاجه ما عارفينهاش. انا الحاجه اللي كطمئني هو انني غادي لكازا بلانكا، وانا احب كازا بلانكا. كازا بلانكا دايره بحال لاس فيغاس، فهمتيني؟ بحال شي واحد امريكان كتقول له غادي لاس فيغاس وهي غادي لكازا بلانكا. المهم هادشي اللي كاين، انا واحد المحفظه نخشي فيها داكشي ديالي صافي. اي دونت نو، خصني نعس. انا وجدت كلشي باش نفيق، نهز هاد الشي نركبو في الطاكسي ونمشيو لكازا. ليتس جو. هذا هو الصباح الاصدقاء، صباح الصباح. شيني او شي طبخ طبخ حبيبي طبخ. تنحاول نفيق ونفيق المستشعرات. انا اصدقاء صافي لبست الاغراض ديالي، دابس بحال داكشي ديال الدراري الصغار ديال العيد. تيجي كتلقى كبوط كبير عليه. ليتس جو ليتس جو، نمشيو للبارتي الصغير كازا بلانكا. حنا تنتسناو الطاكسي مع الصديق عبد الله. هادشي اللي كيقول هاد السيد راه معقول، هادشي راه كاين. الرحله الاولى ما عرفتش فين غادي يدينا، شوفوا فين نمشيو. غادي نديوك تعيش واحد التجربه اخويا حمزه، اول مره غتعيشها في حياتك. اشنا هي اخويا؟ واحد التجربه ديال بلاطوات في الاستوديوات. ياك؟ غتشوفوا حمزه اليوم، خلي تبعوا معنا، غتشوفوا حمزه في واحد الاستوديو تيقدم برنامج، واحد الاكسبيرونس غيعيشها زوين. دابا انا ما عارف حتى شي حاجه، ما جيت قال لي هو شي صاحبو خلى ليه شي استوديو، فهمتيني؟ وقال لك بغى يدير شي تجربه ولا شي حاجه، وانا غنمشي نشوف. دابا نتوما حمزه غتشوفوه كون تزاد في برا، غتشوفوا هاد الموهبه ضائعه كون تزاد في برا. انا هو الكونزيم، فهمتيني؟ عارف شنو هي كو؟ لا كو هي مساعد، كو بيلوت، البيلوت اللي تيسوق الطوموبيل، كيسوق الطياره، كاين الكو هو المساعد، دونك انا هو الكو، مساعد ديال السياق. دابا اللون الكحل في السباغه. هو لون ماشي لون الكحل، نكمل معاك، نكمل معاك. البيض والكحل ماشي لون. خليني نكمل السير، درت السؤالات صافي، جربت عليك. اللون الكحل في السباغه كتشريه هكا، واللون الكحل في البيست، شنو الفرق بيناتهم؟ كيفاش اللون الكحل في الصباغه واللون الكحل؟ دابا انت ملي كتشري صباغه ياك، شريت صباغه، ها هي عندك كحله، كحله
ومني كتمشي ترسم في بيسي ولا في شي لعب لعبه ولا كانت كاين عندك عاوتاني تقول اختار اللون الكحل. هذاك اللون الكحل ديجيتال رقمي. شنو الفرق بين اللون الكحل في الماده اللي قدامك؟ شنو الفرق بيناتهم؟ واحد ديجيتال يعني لا رقمي واحد ولكن شنو الفرق بيناتهم؟ ما كاين حتى فرق، هذاك كحل وهذاك كحل، شنو هو؟ الفرق ان هذاك اللون اللي في البيسي هذاك راه ماشي لون، هذاك راه انعدام اللون. واللون اللي عندك في الصباغ هذاك راه هو كاع الالوان اللي جمعتيهم كيعطيوك كحل، فهمتي؟ اييه. فاللون الاسود في الواقع هو جميع الالوان. لا 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 لا، علميا ما يمكنش الالوان كامله تجمع في الكحل. اللون الابيض هو اللي تيكون في قوس قزح. اللون الابيض في قوس قزح؟ صافي صافي. واش كتشوف قوس قزح من السبدا؟ قوس قزح اللي في السما منين جاي؟ صافي قطر. دابا منين جاي؟ صافي تسمي ملي قلتي اللون الابيض قوس قزح صافي قطر. وقوس قزح كاين في اللون الابيض، فهمتيني؟ اللون الابيض فيه قوس قزح، فهمتيني يا اصدقاء؟ كيتسمى الوان طيف، فهمتيني؟ خليكم معنا اليوم، غادي نزير لي اخويا حمزه. شوف اخويا زوينه، قال لك الالوان كاملين كاينين. تخيل راسك اليوم غدوز الكاستينغ. كاستينغ دوزتي واحد الكاستينغ وما نجحتيش. ما نجحتش اليوم غتنجح. صافي تيبدل دابا الموضوع ديال قوس قزح. اخويا انا ماشي قوس قزح اخويا. نعم ياسير. واخا انا نتبع. دابا اللي غادي يديروا هنا الاصدقاء، قال لي غادي يديروا شي لعبه ديال الفار، المهم شي حاجه تيجربها الصديق عبد الله وصافي. انا ما عرفتش شنو من بعد عاد غنمشيو لذاك الايفينمون اللي غادي نمشيو ليه، اللي فيه العشاء وفيه. انا ما تسحبش ليا شي غيكون حق الله، سميه هو غادي يدير شي لعبه في شي راديو ولا شي حاجه. تصدق الفيلم عليا انا، اللي انا هو اللي غادي ندير هاد البارتي. هاد التجربه هادي عجباني، فهمتيني؟ نجربها اول مره، نتحمس انني نجرب ديك اللعيبه ديال الفار ونقدر نتخلع. كانوا تيديروها غير الناس ديال برا، فهمتيني؟ دابا الفيلم اللي انا بغيت نجرب هو ان هذاك الشيء اللي هو الواقع الافتراضي ديال الميتا، فهمتيني؟ كيبان بدي يبان لك واش غيأثر عليا انا، واش انا غنتخلع بالصح، فهمتيني؟ لحقاش داك الشيء تيديروها شي واحد المراه اللي هي شارفه اللي ما كتعرفش التكنولوجيا، اما انا عارف التكنولوجيا دونك عارف داك الشيء ما كاينش. كيبقاو يبينوا لي بلي غنطلع مثلا من واحد العماره غنطيح، ولكن انا عارف بلي راه ما كايناش، هي كتبان ليا. دونك السؤال هنا واش المخ ديالي غادي يتفاعل مع داك الشيء؟ واش المخ ديالي غيعتبر داك الشيء كاين، مع العلم ان الوعي ديالي راه عارف داك الشيء ما كاينش؟ دوزتي حنا غادي بغي يقدموا لنا الدراري داك الشيء ونتخشي غير ما تعطلوا بزاف اصاحبي. خويا على راسي القهوه هادشي عندهم زوين هنا يا الاصدقاء. تعطلوا تعطلوا تيصيبوا شي حاجه. هذا الكرسي ديال الجيمر تيبقاو يجلسوا عليه، فهمتيني؟ دابا هاد الكرسي تيدير 3000 درهم 60000 ريال. اما هاد البيسي هذا سبعة البريكات غالي هادشي. اتونسيون
اي بياسه شفتيها هنايا از فيري اكسبنس. ناس مستثمرين لم ما درنا والو الاصدقاء، كان جاي يسحب لي غيصيبوا شي حاجه، صيبوا والو، داروا التجارب وداك الشيء ديالو. قال لك غادي يعشيونا، يا راه شي تعشي معنا شكون هذا؟ راه يديروا الدجاج، الدجاج محمر. ويلا يلا راه عندنا داك، عندنا البطاقه، ممكن تشدي معك صديق. خرجنا من عند الناس هادو، شفنا داك الشيء، ليتس جو ايفيرمون، ليتس جو خير الله يوفقك. فين جا؟ نقلبوا على البلاصه ديال داك الشيء. قلب قلب اخي عبد الله. Oh,
حنا دابا كنرتاحوا واحد شويه الاصدقاء ومن بعد غنمشيو بحالاتنا حتى نتنفسوا السعداء. صافي الحفله سالت الاصدقاء شطحنا مازال ما سالتش فهمتيني. دابا غادي نمشيو لشي بلاصه في هاد كازا بلانكا ونقربوا ديال باتو شي واحد الصديق جا معانا حتى هو غادي يورينا الطريق. هذاك شي كريزي كريزي كريزي. اشربنا غير المشروبات الحلال انا وصديق عبد الله. احنا كنخافوا الله اخويا. الحلال حلال حلال. ناخذوا من الطاكسي. كانوا كاينين الفتيات الصراحه. عنقوني جوج وباسوني اربعه. بغينا نجوجو ولكن ما بغاش. فينا هي شي. انت غادي نبز ليك تبغي الشومبر شحال اخي عبد الله؟ 811 811 داكشي اوتوماتيك. ايه بسم الله. انت خايف غندخل اصاحبي؟ لا خصك تمشي والله الشومبر زينه اخي. زين هذا هو الفندق اللي غادي نريحوا فيه انا والصديق عبد الله لحقاش وحنا في الدار البيضاء لا غديه باش تشدو طريق. زين زين اخي زين. وصلت رجليا الاصدقاء ما عندهمش الصباطه في هذا الشومبر. هذا التلفزيون ديال الميريكان. واش كاين شي اخبار؟ التلفزيون ديال الميريكان الاصدقاء شاد القنوات الميريكان. انا داكشي ديال لوطيل داكشي. وحنا غنبقاو نقرقبوا الناب مع الصديق عبد الله سراق الى ان يصبح الصباح. شغال اتس كريزي. لقد صباح الصباح اصدقاء. بغيت نشد الطريق نيشان نشوف حياتنا جيني. حالك شوف اسيدي كتبان ليا. يا فهمت تجبل ليا وجي شي غبرت 24 ساعة نحس براسي بحال غبرت 17 يوم. حيوانات بخير، فريقات بخير، الفلوس بخير. غادي نعطيوهم الماكله الاصدقاء ومن بعد شي نقصينا. يلا قديت واحد الكيكه كنسترجع الذاكره ديالي. انا ما كانش كيتسحب ليا كاين هادشي فهمتيني. انا كنت كيتسحب ليا بحال العرس شي يعطيو شي حطه طبله شي حطه لهم الماكله. جا دخلت ولقيت راسي في ديسكوتيك فهمتيني. ليله حمراء عمري ما شفت انا شي ليله حمراء. هي هذه الليله الحمراء. تلاقيت مع بزاف ديال الاصدقاء. تنشكروا بزاف الاصدقاء اللي تلاقينا معاهم. رحبوا بيا الناس ديال كازا، الاصدقاء ديال كازا. ترى الله يعمرها دار داك الناس ديال كازا. وما يمكنش الناس ديال كازا عندهم واحد الترحاب وسلموا عليا. انا بديت كنسلم عليهم وهذا الشيء اللي كاين. اكبر عدد ديال التعناق تعنقتو في التاريخ ديالي هو البارح حق الله العظيم. تعنقت بزاف. هادشي مع الدخله كنت كنتعنقها مع الدراري ولكن حتى دخلنا ظلام الحال وما يجيو في البارتي الفتيات وعاد عنقوني الفتيات فهمتيني. عجبني الحال بزاف. سلمت عليا واحد البنت من وجهي بوسه هنا وبوسه هنا. عجبني الحال. وحده سلمت عليا بوسه وحده ولا ما عرف جوج وعنقاتني. عجبني الحال كاع فوق بزاف. ويتعطينا واحد الكادو فهمتيني. ومع الدخله تلاقيت مع واحد الصحفيه فهمتيني. وداك الصحفيه عجباتني وغرمت بها عرفتي من البارح اليوم وانا مغرم بداك الصحفيه فهمتيني. وداك الصحفيه جابت لي واحد جوج ديال الفتيات قالت لي الا بغيتي تزوج وكذا تضحك معايا واقيلا الله قلت لي انا راه بغيتي تاخذني ولا شي حاجه. هذه غادي ننساها غنساها الاصدقاء عرفتي. البارح ناعس
في لوطيل ومازال الموسيقى لاصقه ليا مع السخوني حدا الباف فهمتيني. وديك الفتاه بقات الصوره ديالها قدام الدماغ ديالي عندك هي تدور ليا قدام عينيا وديك الموسيقى تدير ستيب 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 ستيب. هادشي خطير اصدقاء. دابا هاد لي بارتي هادو هاد الحفلات اللي مشيت ليهم يحركون الغرائز فهمتيني والملذات والشهوات. ولكن انا شربت العصير انا ضخت الاصدقاء ضخت بقيت كنشرب العصير كنقرقب في العصير كنقرقب في العصير كنقرقب في العصير. المهم هادشي اللي كاين الاصدقاء هادشي اللي كاين. شكرا لكم على المتابعه وهذه البارتي في دانا الصديق. نشكر كذلك الصديق هو اللي فهمتيني جاب داك الدعوه الى اخره. هادشي اللي كاين الاصدقاء. السؤال ديال الحلقه واش كيعجبكم نتوما هاد الديسكوتيك هذا وهاد الشطيح هذا ولا نتوما ما عندكمش مع هادشي. انا 50 50 انا ما عمري شفت هادشي في التاريخ ديالي. هادشي كاين لايك سبسكرايب باي باي.